طيب المفروض النهاردة هنتكلم على أول حاجة الـ scour calculations أو الحسابات بتاعة النحر في الكباري. تاني حاجة هنتكلم عن الـ empirical dimensions، وفي الآخر هنتكلم على حاجات في الرسم كده ممكن تكونوا لسه مش عارفينها، اللي هما الـ ramp اللي بتحصل أو فرق المنسوب بين البنك والرود، إزاي نعمله المطلع اللي بنعمله ده. وتاني حاجة شكل الحيطة بتاعة الكوبري في الـ downstream. فهنبدأ دلوقتي هنتكلم على الحسابات بتاعة الـ scour. السكاور او النحر اللي هو ايه، هو ان احنا بنلاقي الحبيبات بتاعه التربه ممكن نسجل بس يا دكتور؟ معلش ممكن نسجل السكشن؟ انا ما سجلتش، ايه معلش؟ انا مش بسجل، تسجيل شغال. اه تسجيل اوكي بدل شغال صح؟ اه تمام ده. تمام، اتاكدوا برضو قبل ما اكمل، باين عندكم ان هو بيسجل صح؟ اه تمام يا دكتور معلش. فالنحر هو ان حبيبات التربه تتشال من الكنالز بد او من القاع بتاع الترعه نتيجه تغيير هيحصل في الفيلوسيتي. تمام، السكاور ممكن يبقى حاجتين. اول حاجه كونتراكشن سكاور، الكونتراكشن سكاور ده نتيجه الضيق اللي بيحصل في القطاع بيزود السرعه على القطاع كله، على العرض كله. فالكونتراكشن سكاور هيحصل في العرض بتاع الايه الكنال كله نتيجه ان ايه نتيجه ان القطاع ده ضاق لما عملنا الكوبري. اللوكال سكاور برضو هي ان الحبيبات التربة تتشال حوالين بقى إعاقة معينة زي البير أو الأباتمنت، تمام، نتيجة ان الفلو ده حصل له إعاقة. ده شكل السكاور، اللوكال سكاور حوالين مثلا بير أو حاجة، زي ما انتوا شايفين الشكل اللي احنا شايفينه ده حوالين العمود ده اللي هو المفروض هنا بير، يعني حصل له سكاور هو اللي حواليه، تمام، نتيجة ان في obstruction، يعني المية جت بتخبط هنا في البير ده فيبتدي يحصل ايه، تتشيل الحبيبات بتاعة التربة، يحصل حاجة زي دوامات كده تشيل الحبيبات بتاعة التربة. تمام، هنشوف بقى الفيديو ده دلوقتي. الفيديو ده بيتكلم عن ايه، ده بيورينا النوعين بتوع السكاور. تمام، سامعين صوتي كده؟ تمام تمام اوكي، اللي بيورينا ان البريدجز بيحصل فيها او اي مجرى مائي ممكن يحصل فيه اتنين سكاور، الاولاني زي ما احنا قلنا اللي هو الكونتراكشن سكاور، وتاني حاجه هو اللوكال سكاور. احنا هنجري بس، هو بيورينا الاكسبيرمنت بتاعته، يعني هي زي شانل كده او فلوم كده ازاز وهو حاطط فيها رمل، وبيقول لنا ان هو اول حاجه هيعمل زي بوابه تضيق القطاع، لما يعمل بوابه اللي تضيق القطاع دي السرعة هتتغير، تمام، فهيحصل سكاور في العرض كله، وهيحط حاجة زي البير كده، يحط عمود أو سلندر كده، ويورينا إن هو هيحصل سكاور حوالين العمود ده بس لما عملنا obstruction أو إعاقة بيه. فهو هيبدأ دلوقتي هيورينا الموديل بتاعه الفلوم الإزاز دي، هيورينا إيه اللي هيحصل. فنبتدي أول حاجة نشوف إيه اللي هيحصل لما يبقى يقفل البوابة دي، ضيق القطاع اللي المية هتمشي فيه. انت سامعني يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور تمام. هو لما ضيق القطاع زي ما شايفين السرعة زادت، هيبتدي حبيبات التربة دي تتشال من هنا، تمام كده، زي ما انتوا شايفين السكاور بيحصل في العرض كله زي ما احنا شايفين من الإزاز كده في العرض ضيق، يعني لما حطينا البوابة دي. تمام، تاني حاجة عنده في التجربة بتاعته ان هو يحط إعاقة ويشوف تأثير الإعاقة دي برضو على السكاور. هنلاقي ان السكاور المفروض عند الإعاقة دي هيحصل لوكال عند الحتة اللي فيها الإعاقة بس مش على العرض كله. هو ده اللي هيجربه دلوقتي، هيحط سلندر كده بيمثل بير بير ويورينا ايه اللي هيحصل، ان السكاور بعد ما كان بيحصل على العرض كله هيحصل حوالين البير بس نتيجة الدوامات اللي هتحصل والمية بتخبط في البير. هو ده الشكل اللي بيوريه لنا. لو خدتوا بالكم بصوا من الجنب هتلاقوا ان التراب او السايل اللي ناحيتنا ستيبل، لكن اللي حوالين البير هنا ايه اللي حصل له، اتشال، بدأ يتشال هنا. تمام يا باشمهندسين، تمام حد عنده مشكلة في الكلام اللي انا قلته ده؟ يعني شفتوا الفرق بين الكونتراكشن سكاور واللوكال سكاور؟ في حد معترض على اي حاجة او في حاجة مش فاهمها؟ دكتور، بس هو الجزء اللي عند الفير ده حصل له لوكال وكان اصلا فيه كونتراكشن اساسي ولا لا؟ لا ده لوكال بس، هنا مفيش كونتراكشن، يعني هنا عمل الكونتراكشن مرة لوحده وعمل اللوكال لوحده، يعني ما عملش الاثنين مع بعض، يعني مرة جرب حط بوابة ومرة جرب حط البير بس.
بس عادي ممكن الاتنين يحصلوا مع بعض في حالات، صح؟ وعندنا احنا بقى في الحالة بتاعتنا الكوبري ضيق القطاع، وفي نفس الوقت البير والاباتمنت حصل عندهم لوكال سكور، لان هما كمان اعاقة في القطاع اللي هو ضيق اصلا، تمام. يعني بس هو هنا عشان يورينا الفرق مش عايز يعني يجمع الاتنين، وعايز يكبر الفرق ده، فحط البير لوحده عشان يورينا السكور حوالين البير، وعمل الكونتراكشن لوحده عشان يورينا هو بيحصل في العرض كله. تمام يا دكتور، شكرا. طيب ده فيديو تاني كده نفس الفكرة، هما برضو كانوا بيعملوا زي تجربة كده بيورينا برضو ايه السرعات ازاي هتتغير عند البيرز، هو برضو جايبين open channel كده وشايفين المية وهي بتهبط في البير، المية ماشية كده شايفين ال vortices دي اللي هي زي الدوامات اللي بتحصل، هي دي اللي بتحرك حبيبات بتخلخل وتحرك حبيبات التربة حوالين البير، تمام. فهو ده الهدف ان احنا يعني ندرس اللوكال سكاور، ان الحته اللي فيها obstruction او اعاقه بيحصل فيها ايه، المايه بتهبط فيها بالشكل ده، نتحرك حبيبات التربه من مكانها وتعمل سكاور حوالين الاعاقه دي. فعشان كده لازم يعني نهتم ان احنا ندرس اللوكال سكاور، شايفين المايه بتخبط في البير ازاي، هو ده الايه اللي احنا بنقوله نتيجه الobstruction او الاعاقه، تمام. لو مشينا شويه هي الفيديو دي انا حاطه لكم اللينك، شايفين الحبيبات بتتشال ازاي من مكانها في الحته دي، بس يعني بصوا هنا هتلاقوا ان الحبيبات بتاعت التربة ثابتة، لكن الحتة اللي هي الدوامات دي بتحصل فيها تلاقوا حبيبات التربة بتتحرك من مكانها. اللينك ده بتاع الفيديو تقدروا تتفرجوا عليه، تمام. في فيديو تالت برضو عشان يقرب لنا الصورة، ده كده حطوا كاميرا وحطوا برضو حاجة إعاقة سلندر كده بيمثلوا بيه برضو البير، وصوروا فترة طويلة وجروها، يعني عملوا وقت سريع عشان يورونا السكاور هو بيحصل على زمن طويل، يعني زي ما انتوا شفتوا كده الحبيبات بتتحرك بسيط، هو عايز يورينا الكلام ده، فصور بكاميرا حطها جنب التجربة بتاعته وسابها تصور فترة طويلة، بعدين جريها يعني عشان يورينا بسرعة ايه اللي حصل. احنا هنفتح الفيديو ده دلوقتي، هو سريع جدا فيعني يا دوب تلحقوا تشوفوا، تمام. فزي ما شايفين المية بتخبط هنا تبتدي تشيل الحبيبات بتاعة التربة من مكانها وتحصل السكاور هول، طبعا دي بتحصل على زمن شوية، لكن هو هنا لو جيتوا تشوفوا الناس وهي بتجري كده ورا هتعرفوا ان هو ايه يعني حاطط الكاميرا وبيجري بقى السرعة، يعني هي مش بتحصل بالسرعة دي، بس هو عايز يورينا يعني اللي حصل مع زمن طويل في وقت قليل، تمام. فنتيجة الإعاقة دي شايفين لو الفاونديشن ليفل بقى كانت هنا، يعني بصوا لو الفاونديشن ليفل كانت هنا ايه اللي هيحصل، الكوبري هيقع يتفضى تحته، التراب هيتشال من تحته ويقوم واقع، فاحنا عشان كده عايزين نصمم الفاونديشن ليفل نبقى مأمنينه ضد السكاور علشان لو التربة اتشالت من حواليه الكوبري ده ما يقعش، تمام كده يا باشمهندسين؟ ايوه تمام. طيب حد عنده اي اسئله كده؟ طيب تمام، ده شكل الانهيار بقى نتيجه الاسكاور، من الاسكاور من احد اهم اسباب انهيارات الكباري. لو جينا نبص هنلاقي ان هنا مثلا هما مش عاملين حساب الاسكاور، التربه اتشالت من تحت الفاونديشن والكوبري بدا ان هو ايه ينهار، او البيرز بتاعته بدات تتحرك من مكانها ويحصل لها هبوط، وبالتالي الكوبري ممكن يقع. هنا الكوبري بالفعل وقع، يعني هنا البير نزل والكوبري كله وقع، وهنا نفس الحاجة برضو البير الفاونديشن بتاعته ما كانتش ديب كفاية ان هي تأمنه ضد السكاور، ما كانش فيه حماية من السكاور كافية، فالكوبري برضو ايه الفاونديشن بتاعته شايل التراب من حواليها وبدأت الفاونديشن تنزل والكوبري وقع، تمام. من هنا جت أهمية ان احنا نعمل حاجة اسمها سكاور كاونتر ميجرز، يعني نعمل حماية ضد السكاور. في حاجتين انتوا خدتوهم هنتكلم عنهم، اول حاجه اللي هي الريبراب الحجاره اللي احنا شايفينها دي، تمام. الميه وهي جايه ليها سرعه معينه بتقدر تشيل حبيبات التربه، بالذات في الفنت، في الفنت اللي هي الفتحات بتاعه الكوبري، الفي فنت زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت كبيره جدا اكبر من الفيلوسيتي اللي ماشيه في الكنال، فطبيعي ان هي هتشيل الحبيبات بتاعه التربه، بلس بقى ان في اعاقه كمان فهتشيل الحبيبات برضو اكتر نتيجه الاعاقه دي والدوامات اللي بتحصل وان المايه بتخبط فيها وبتتحرك بطريقه معينه. فاحنا علشان نامن الكلام ده الحبيبات بتاعه التربه دي صغيره، هنحاول بقى نجيب حاجه مكانها زي نحفر كده ونعمل احلال في جزء معين، تمام، علشان ايه الحاجه اللي مكانها دي ما تتشلش. فبنحاول نجيب حجاره الدايمتر بتاعها كبير كفايه ان هو ما يتشلش نتيجه السرعات اللي عندي، اللي هو اللي احنا بنقول عليه هنا ريبراب اللي احنا شايفينه في الصوره دي، تمام. حاجه تانية ان احنا ممكن نستعمل بايلز، بايلز تبقى ممتدة لتحت علشان لما التربة تتشال حوالين الفاونديشن تبقى سبورتنج للفاونديشن ما تقعش زي ما احنا شفنا في الكوبري ده، ده اللي انتوا بتحسبوه. يعني احنا ممكن نعمل حفر كبير ونحط الريبراب وننزل الفاونديشن ليفل جامد قوي، بس ده تبقى انت نزلت الفاونديشن ليفل مسافة كبيرة جدا تحت،
الحل التاني ان انت تحط ريبراب والبايلز اللي احنا شايفينها دي، خصوصا لو الدبت بتاع اللوكال سكاور كبير قوي زي الشكل ده. تمام، دي البايل كاب اللي هي السي فاونديشن اللي انت بتطرحوها من الانسبورتد لينث بتاع البايل. يعني احنا عايزين نحسب الانسبورتد لينث بتاع البايل، كنا بنجيب الفاونديشن ليفل هنا تمام، وبعدين نعمل ايه، نطرح منه اللوكال سكاور كله تمام، وبعدين نشيل منه ايه السي فيرتيكال اللي هي الحته دي. تمام كده، ماشي يا دكتور. انا نزلت الفاونديشن ازاي؟ انا مشفتهاش، انا شفت بتاعت الريبريب والبايل بس. يعني ايه نزلت الفاونديشن ازاي؟ يعني نزلت منسوبة لتحت، لتحت دي عملت ايه؟ يعني كبرت القاعدة مثلا؟ لا يعني بدل ما التربة هتبقى فوق الفاونديشن بنص متر، يعني هعمل فاونديشن ليفل سطح الفاونديشن تحت التربة بنص متر زي ما كنا بنرسم في أول لوحة. لا احنا مش هنعمل كده، احنا هننزله حاجة من اتنين، يا هننزله مجموعة الكونتراكشن سكاور واللوكال سكاور تمام، يا اما هننزله الكونتراكشن سكاور بس ونستعمل الريبراب، او نستعمل الريبراب مع البايلز في حالة الاباتمنت، لان اللوكال سكاور بتاعها بيبقى كبير جدا. تمام، فبدل ما الفاونديشن كانت تحت التربة بنص متر، لا احنا نزلناها تحت التربة. يعني لو التربة هنا المسافة دي واي كونتراكشن سكاور تمام، والحتة الكبيرة دي اللوكال سكاور بقى لحد نهاية البايلز. طيب الطول بقى بتاع البايلز عشان نعمله ديزاين هيبقى قد ايه؟ هيبقى الفاونديشن ليفل اللي فوق هنا وش القاعدة يعني تمام، لحد فين؟ لحد تحت خالص مكان ما هيحصل سكاور، يبقى العرض ده كله اللي هو اللوكال سكاور خلاص، ناقص التي فاونديشن الحتة دي عشان نجيب الان سبورت اللي انت بتاع البايلز عشان نعمل ديزاين ليهم. اوكي كده تمام. طيب هنفتح الاساينمنت بقى. الاساينمنت مدينا ان احنا عندنا طريق العرض بتاعه 10 متر والليفل بتاعه 10 متر، قطع كانال سي 1، بيقول لك الباد ليفل بتاع الكانال 6 والعرض بتاعها 12 والميه الووتر ليفل 8.1 تمام، وبقيه الحاجات التانية دي هنستعملها في الرسم. اوكي طيب مدينا زد 1 ومدينا ان الار سي بريدج ده اللي بيعدي الكانال البريدج ويث بتاعه 8 متر بلس 2 سايد ووكس 1 متر ايتش. حد فاهم يعني ايه البريدج ويث؟ اللي هو العرض بتاع الطريق بتاع الكوبري من غير بالظبط الرصيف اللي على جنب. تمام، يبقى العرض بتاع الطريق اللي هتعدي من عليه العربيات 8 متر بلس 2 سايد ووكس تمام، اللي هو الرصيفين يعني كل واحد عرضه متر. اوكي كده يا باشمهندسين. طيب نخلي بالنا ان العرض بتاع العربيات ده مش بنستعمله معانا دلوقتي، مش بنستعمله في حسابات السكاور، بنستعمله في الحسابات اللي هي بتاعه البلاطه بتاعه الكوبري، بنستعمله في الكمرات لان ده فوق مش عند الميه. لما تيجي تتكلم عن الميه وتتكلم عن السكاور، البريدج ويث ساعتها معناه بيتغير. البريدج ويث ساعتها اللي الميه هتعدي منه اللي هو عدد الفتحات في العرض بتاع الفتحه الواحده تمام، ومعانا كمان ال n minus 1 في التي بير، يعني العرض بتاع الكوبري بعد ما عملناه يعني كأن العرض اللي الميه هتعدي منه او العرض اللي الكنال ضاقت بقت العرض بتاعه بعد ما عملنا الكوبري. مش عارفه فاهمين قصدي ولا لا، يعني في عرضين للكوبري، واحد للعربيات واحد للميه. لما تيجي تحسب سكاور هتستعمل بتاع الميه اللي هو مش جيفن ده تمام، لما تيجي تحسب بقى الكمرات والبلاطه اللي العربيات هتعدي من عليها والكوبري والكلام ده، يبقى انت فوق عند العربيات وعند البلاطه يبقى تستعمل العرض بتاع الكوبري اللي هو 8 متر بلس 2 سايد ووكس. تمام كده، طيب ما حدش عنده أسئلة مش كده؟ ال Q 19 متر كيوب بير سكند، دي ال discharge اللي ماشية في الكنال وهي نفسها اللي هتعدي في الفنت، وال heading up استعملناه المرة اللي فاتت، ال D 50 اللي هي 0.005 مليمتر، حد عارف دي ايه؟ حد اللي عارف هي ايه بتبقى المعنى؟ الدايمتر بتاع 50% من حبيبات المنخل، اللي هو بتاع الدايمتر تمام، 50% بتاع ده انهي بقى، بتاع ايه يعني دي 50 بتاعت الريبراب. ايه؟ لا غلط، هو ده اللي انا عايزه اسمعه بالظبط تمام، هو مش بتاع الريبراب، فانتوا بتغلطوا فيها. بتاع الريبراب انا بحسبه، الجيفن هنا ال 0.005 ملم، انت متخيل هي صغيره قد ايه؟ 0.005 اقل من الملي تمام، ده بتاع حبيبات التربه اللي الكنال دي محفوره فيها. اوكي كده، دي بتلخبطكوا دايما في الامتحان لما تيجي تحسب الدي 50 بتاعت الريبراب، تقول ايه ده، طب ما هي جيفن، هي دي مش الجيفن، الجيفن دي حبيبات التربه اللي الكنال معديه فيها. يبقى ده زي ما هو قال كده الباشمهندس ان الدي 50 دي اللي هي
الديامتر اللي اقل منه 50% واكبر منه 50%، كانه متوسط ديامتر الحبيبات. بس انهي حبيبات؟ حبيبات التربه اللي الكنال هتعدي فيها، ملهاش دعوه خالص بالريبراب. تمام يا باشمهندسين؟ حد مش فاهم انا بقول ايه؟ وانا بس عايز اعرف ال D50 دي بتعبر عن ايه؟ انا عارف بتعبر ان هي عن، خلاص بتاعت التربة، بس هي ايه هي؟ بتعبر عن السايز المتوسط لحبيبات التربه في الكنال دي، الكنال دي محفوره فيها. يعني مثلا الكنال دي معديه في كلي، الكلي اللي هي معديه فيه تقريبا حبيباته 50% منها، و50% منها يعني اصغر واكبر من الرقم ده. ده الدايمتر تمام المتوسط بتاع او الميديان بتاع الحبيبات دي. تمام يا دكتور، تمام، شكرا. عفوا. تمام. طب دي هتفيدني في ايه؟ انا بحسب الفيلوستي تقريبا. طب وانا بحسب الكريتيكال فيلوسيتي، انا عايزه اعرف الحبيبات دي قبل ما اعمل الكوبري اصلا كانت بتتحرك، كان فيها اصلا نحر ولا لا؟ فهشوف السرعه في الكنال، تمام، كانت تقدر تحرك الحبيبات دي ولا لا. فهشوف الكريتيكال فيلوسيتي اللي تقدر تحرك الحبيبات دي كام، واقارنها بالايه، بالفيلوسيتي اللي في الكنال. هنشوف دلوقتي بالتفصيل يعني. طيب عندي حاجه تانية اسمها الانجل اوف ريبوز. حد عارف ايه الانجل اوف ريبوز؟ اللي هي الانجل، لو الريب زدنا عنها السويل تهيل تقريبا. بالظبط كده، دي الانجل اللي انا لو جبت مثلا شويه شويه من التربه دي وسبتهم كده يتحرجوا لحد ما يثبتوا هياخدوا الزاويه دي. تمام. لو جيت احفر فيهم راسي وبعدين وقفت هتلاقي برضو الحبيبات راحت ايه، واقعه لحد ما ايه، تدحرج كده لحد ما توصل للزاويه دي. يبقى دي الزاويه كانها اللي بترتاح التربه عليها، الميل اللي التربه بترتاح عليه. تمام كده. بتعتمد على طبعا نوع السويل، كل نوع سويل هتلاقوا ليه انجل اوف ريبوز مختلف. طيب ايه اللي مطلوب مني؟ مطلوب مني اعمل حسابات السكاور. حسابات السكاور مقسومه لثلاث حاجات، اول حاجه الكونتراكشن سكاور، تاني حاجه لوكال سكاور عند البيرز والاباتمنتس، وتالت حاجه اشوف الريبراب قد ايه السايز بتاعه اللي محتاجاه عند البيرز والاباتمنتس. هنبدا اول حاجه نحسب الحسابات بتاعه السكاور، هنحسب الكونتراكشن سكاور. عشان احسب الكونتراكشن سكاور عندي معادلتين، معادلة في حالة الكلير ووتر ومعادلة في حالة اللايف بيد. أغلب الحاجات دي بتبقى محسوبة مثلا في المعمل أو كده، فهو الراجل اللي طلع المعادلة كان عنده حالتين درسهم، حالة إن السرعة تقدر تحرك حبيبات التربة أصلا قبل الكوبري ما يجي، يعني التربة اللي في الكنال دي أو الكنال دي محفورة فيها، الكنال دي المية فيها كانت ماشية بسرعة أصلا بتحرك الحبيبات دي. والحالة التانية إن الكنال دي كانت السرعة اللي فيها بطيئة، مش عالية كفاية إنها تحرك حبيبات التربة. تمام. فلو هي السرعه دي ما تقدرش تحرك حبيبات التربه، هتبقى المياه جايه كلير ما فيهاش اي سيدمنتس. في الحاله دي هختار المعادله بتاعه الكلير ووتر. لكن لو المياه كان السرعه بتاعتها تقدر تحرك الحبيبات بتاعه التربه اللي الكنال محفوره فيها، يبقى ساعتها انا في المعادله بتاعه اللايف بيد او المياه اللي جايه دي فيها ايه، فيها رواسب كده او سيدمنتس متحركه معاها وجايه، فليها معادله تانية. فانا قبل ما ابتدي احسب الكونتراكشن سكاور محتاجه احدد الحاله بتاعتي عشان اعرف اختار انهي معادله. نحدد الحالة بتاعتي ازاي؟ هحسب حاجة اسمها الكريتيكال فيلوسيتي. ايه الكريتيكال فيلوسيتي دي؟ الكريتيكال فيلوسيتي دي اللي هي السرعة اللي عندها حبيبات التربة اللي الدايمتر بتاعها لسه قايلين عليه اللي هو الدي 50 ده يقدر يتحرك. دي السرعة اللي تقدر تحرك الدايمتر الدي 50 اللي عندنا ده بتاع حبيبات التربة دي. تمام. لو السرعة اقل منها يبقى الحبيبات دي مش هتتحرك، لو اعلى منها يبقى هتتحرك. تمام كده. القانون بتاع الفي كريتيكال بيقول ان الفي كريتيكال بتساوي كي يو في y power 1 over 6 في d power 1 over 3. ال KU ده coefficient بيساوي 6.19. ال y هي ال y في الابستريم اللي هي ايه، ال d بتاعت المية، سطح المية ناقص البت، تمام، بلس ال heading up اللي انت حسبته مش اللي given في المسألة. يعني في ناس يقولك ده هناخد ال heading up اللي given في المسألة، لا ده ال heading up اللي انت حسبته، تمام، اللي هو طلع لك بعد ما قربت الفنس وجبت ال V actual وال S actual وكل الحاجات دي. شوف ال heading up اخر حاجة كان طالع لك كام، اللي هو طلع safe، وهو ده اللي هناخده معانا. ال D50 اللي given هي 0.005 mm، ال critical velocity هنعوض فيها طلعت لي 0.121 meter per second، يبقى انا عندي ال V waterway 0.64، يبقى انا كده ال velocity دي اكبر من دي، يبقى ال velocity بتاعت الكنال قدرت تحرك الحبيبات بتاعت التربة لانها اعلى من ال velocity اللي هي بتبتدي عندها تتحرك الحبيبات دي. يبقى انا عندي الحاله بتاعتي لايف باد كونتراكشن سكاور. حد مش فاهم احنا ليه لايف باد كونتراكشن سكاور؟ فاهمين؟
لا تمام. تمام. هندخل في المعادلة بتاعت ال live bed contractions curve زي ما انتوا شايفين كده. المعادلة بتقول y2 على y1 بتساوي q2 على q1 power 6 over 7 مضروبة في w1 على w2 power k1. طيب نمسك أول حاجة ال y2، دي مش ال y curve، ال y2 دي اللي هي ايه؟ اللي هي داخل فيها عمق المية، تمام، وداخل فيها ال contractions curve، يعني ال y2 دي عمق المية زائد ال contractions curve. فأنا هجيبها، سامعين الصوت؟ تمام. تمام، عشان النت عندي بان عندي انقطع ورجع تاني. اوكي، فال y2 اوكي دي بتساوي ايه؟ بتساوي عمق المية زائد ال contractions curve. فانا هجيب ال y2 دي اطرح منها ال y node، او اللي هو عمق المية y node هنا اللي هي ال d، تمام، اطرح منها عمق المية، جبت ال contractions curve. طيب نبتدي نشوف اول حاجة q2 بتساوي q1. احنا قلنا ان q في البند هي نفسها ال q في الكنال. w1 دي اللي هي عرض المجرى المائي قبل الكوبري، و w2 العرض اللي المية هتعدي منه بعد الكوبري، بيساوي عدد الفتحات في عرض الفتحة الواحدة. ده انا يهمني العرض اللي المية هتعدي منه، مش فارق معايا البيرز دلوقتي، انا فارق معايا القطاع بقى عرضه قد ايه اللي المية هتعدي منه. الكونتراكشن او الكونتراكتد سكشن اللي هو السكشن اللي حصل فيه دي، المية بتعدي من عرض قد ايه؟ يبقى هي كانت بتعدي من 12 متر، بقت بتعدي من 7 متر بس. ال K1 ده coefficient بيساوي 0.64. ال Y1 بتساوي ايه؟ ال D زائد ال heading up، هي نفسها ال Y upstream، يعني ال Y1 دي D plus ال heading up، وال Y note اللي هي ايه؟ ال depth بتاع المية ال 2.1 اللي هي 8 8.1 ناقص ال 6 تطلع 2.1. عوضت في المعادلة جبت ال Y2 طلعت تقريبا 3.1 متر. هطرح منها دي جبت ال y contractions curve. حد مش فاهم ال y contractions curve جت منين؟ لا تمام. تمام، ممكن بس y1 عشان انا مش عارفه جت منين. ال y1 اهي بتساوي ال y في ال upstream اللي هي عمق الميه plus ال heading up. تمام ماشي. تمام، وال y note اللي هي ال y downstream اللي هي عمق الميه بس. تمام فهمتها، شكرا. عفوا، حد عنده أي سؤال تاني قبل ما أقلب على اللي بعدها؟ تمام، هبدأ دلوقتي أتكلم على اللوكال سكاور. اللوكال سكاور في نوعين، في لوكال سكاور عند البير ولوكال سكاور عند الأباتمنت. اللوكال سكاور عند البير متوقع إن عرض البير مش كبير قوي، لكن الابارتمنت فيه بقى زي ما شفتوا كده الحيطه فيها ميل، وبعدين في حاجه يعني في حاجات بتعوق الميه اللي هي الميل بتاع الحيطه ده، تمام، والحيطه اصلا داخله في التراب كمان شويه علشان تمنع التراب انه يتشال. فكل الحاجات دي كل الحاجات دي التراب بيخبط فيها، تمام كده، فبيحصل اعاقه عاده في الابارتمنت اكتر من البير. القانون بتاع السكاور عند البيرز بيقول ايه؟ بيقول ان اللوكال سكاور عند البير بيساوي 2 K1 في K2 في K3 في K4 في A power 0.65 في Y1 power 0.35 في fluid number 1 power 0.43. ال K دي بتعتمد على شكل النوز بتاعة البير، يعني انا البير هنا عندي لو راوند نوز الحتة دي مدورة كده ال K بواحد، في قيم تانية لو هي سكوير. بس خلي بالك اللي انت هتحسبه المفروض ان انت هترسمه، يعني انت فرضتها سكوير يبقى انت ده صممت حاجة يبقى لازم ترسمها، تمام. احنا عندنا هنا البير راوند نوز فالكي بتاعته بواحد. كي اتنين دي بتعبر عن الانجل اوف اتاك، يعني لو الانجل بزاوية غير لو الانجل في نفس اتجاه الاكسس بتاع البير. فاحنا فرضين ان الانجل هنا زيرو، يعني ان المية ماشية في اتجاه البير على طول، فالكي اتنين برضو بواحد. هو بقى كان في المعمل عمال يجرب بقى يميل البير شوية زي الراجل اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت اللي كان بيقعد يحرك البير ونجرب زوايا وحاجات زي كده علشان يشوف الكي تطلع بكام في كل مرة. الكي 3 اللي هي البلين باد الباد مستوي، الكي 3 ب 1.1، والكي 4 لو الدي 50 بتاعت السويل القناة المحفورة فيه أقل من 2 مللي هيبقى بواحد. طب أنا الدي 50 عندي كام؟ 0.005 تقريبا اللي هي اللي احنا شفناها في الأول خالص. بما إن هي الدي 50 أقل من 2 مللي يبقى أنا برضو الكي 4 بتاعتي بواحد، فأنا جبت الأربع قيم دول. طيب دلوقتي عايز أعرف إيه البير ويدث، ايه سوري ايه الايه؟ الايه هي البيرز ويث البير ويث، تمام، اللي هو العرض ده. لو جينا نبص هنا نلاقي ده بي 1 وبي 2، بي 2 تحت في الفاونديشن وبي 1 فوق عند الكوبري، مين اللي المايه بتخبط فيها؟ هي الايه اللي هي السي بير.
التي بير كانت بتساوي اس على من 6 ل 12، اس على من 6 ل 12، الاس اللي هي الفنت ويدث على من 6 ل 12، وتجيب الرقم. فهو احنا حسبناها طلعت نص متر اللي هي الاي دي، بتعبر عن ايه؟ عن الحاجه اللي المايه بتخبط فيها، العرض اللي المايه بتخبط فيه. فهنا عندي الايه العرض ده هو السي بير. تمام. الواي 1 زي ما احنا قلنا هو عمق المايه قبل الكوبري بلس الهيدنج اب، لان هو المايه بتبتدي تخبط في البير عند ايه؟ عند مدخل الكوبري كده. تمام. عند مدخل الكوبري هتبقى الحوائط عامله ايه؟ مخليه الشكل مستطيل. تمام. فالفي بتاعتي هتختلف شويه عن الفيلوسيتي بتاعت الكنال. تمام. هتزيد شويه. اوكي. هنيجي نحسبها كده، هنقول ان ال V1 بتساوي AQ على الاريا 1. الاريا دي بقى بقت ريكتانجلر مستطيله، بتساوي عمق الميه اللي هو Y1 اللي هو العمق بتاع الميه زائد الهيدنج اب في عرض الكنال اللي هي ال 12 متر. طلعت لي 0.72 متر بير سكند. هحسب فلويد نمبر عند مدخل الكوبري، هيبقى V1 على رو جي Y1، هعوض بالحاجات دي هيطلع لي 0.155. هعوض بقى بالكلام ده كله اجيب ال Y سكور. نخلي بالنا بقى ان دي الواي لوكال سكاور على طول، مش داخل فيها ولا عمق ميه ولا اي حاجه، ده قيمه السكاور نفسه، مش هطرح منه اي حاجه. حد في حاجه مش فاهمها كده؟ واختلاف الارقام يا دكتور مش هيأثر في حاجه شويه صح؟ عشان عندي الواي سكاور مختلف السن. ممكن تكون مثلا في حاجه انت مقربها بتقريب مختلف او كده يعني. تمام. مش هيأثر معايا يعني باي مشاكل ولا حاجه صح؟ كل واحد كده على حسب الرسم. هو كده كده يعني هيأثر ممكن معاك في الحسابات اللي بعد كده، بس خلاص انت تمام. بتحسب الريبراب مثلا والفاونديشن ليفل والحاجات دي. هو تمام انت بس لازم تبقى عارف انت غلطان في ايه او كده عشان تعرف الرقم مختلف ليه، ولا هو مختلف حاجة بسيطة. لا طلع اختلاف بسيط، طلع معايا 0.9 بس، افتكرت ان فيها هيبقى في مشكلة. ممكن حاجة، ممكن انت معوض بال A اللي هي السي بير مختلفة عننا، يعني انت هي ليها رينج اس على من 6 ل 12. لا ما هو كان بس مداني كيفن على ال ام اس اصلا تقريبا اللي هي 2.194 دي اللي مختلفة عنه. انت ممكن واخد الفانتس مثلا اكبر شوية او اصغر شوية، بس هي ما كانتش مسيفة هيدنج اب غير لو كانت 3.5. تمام. 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 يبقى ال V1 دي Q على B Y1، B1 Y1 ال B اللي هي عرض الكنال، والواي 1 اللي هي عمق الميه في الابستريم. تمام. هنبتدي دلوقتي نحسب اللوكال سكاور عند الاباتمنت. القانون بيقول ان الواي سكاور بيساوي 2.15 واي 1 في ايه على واي 1 باور 0.4 في فلويد نمبر 1 باور 0.33. غلطه شهيره قوي في الامتحانات، بياخدوا نفس الايه اللي حسبوها من القانون اللي قبله يعوضوا بيها هنا. الكلام ده مش صح، لان الاعاقه في حاله الاباتمنت مختلفه عن الاعاقه في حاله البير. فالايه هنا غير الايه هنا، ده ليه عرض وده ليه عرض تاني. ال Y1 زي ما هي والفلويد نمبر زي ما هو. ال A هنا بقى بتساوي B water way minus B bridge على 2 plus Z في Y1. جت منين؟ جت من هنا، أنا عندي عرض المجرى المائي كان B water way، وعرض البريدج دي بقى غلطة تانية الناس بتغلط فيها، إن هما ياخدوا ال 8 متر plus 2 سايد ووكس. تمام. ال 2 سايد ووكس وال 8 متر والكلام ده بنتكلم عن الرصيف، الرصيف ده فوق عند الكوبري. هنا احنا بنتكلم عن المية، فعرض الكوبري هنا بقى بيساوي ايه؟ بيساوي N في S plus N minus 1 في ال T pier. يبقى البي بريدج اللي هي العرض ده عدد الفتحات في عرض الفتحه الواحده زائد عددهم ناقص واحد في الثيكنس بتاع البير. تمام. طيب انا عايزه احسب الايه، الايه اللي هي ايه اللي هي دي العرض ده. العرض ده بيساوي ايه؟ بيساوي البي الكبيره دي بي ووتر واي ماينس البي بريدج على الاثنين، يبقى جبت الحته دي بلس زد 1 في واي 1. يبقى البي بريدج ان في اس بلس ان ماينس 1 في السي بير. تمام. جبتها طلعت لي 7.5 متر. اوكي كده. هطرح مين؟ هطرح ال 12 ناقص 7.5، بعدين اقسمها على الاثنين، وبعدين اقول ايه بلس زد 1 اللي هي 1 الى 1 في واي 1. طلع لي الايه هنا 4.45 متر. بصوا بقى فرق الاعاقه هنا ده 4.5 متر تقريبا، وهنا كان كام الايه؟ كانت نص بس. تمام. فطبيعي ان الحاجه اللي عامله اعاقه اكبر دي هتجيب لي سكاور اكتر. الواي سكاور هنا هعوض بيها في القانون كل حاجه عندي، خلاص جبت الواي سكاور 3.4 متر. خدين بالكوا هنا كان 0.83، هنا 3.4 متر. حد مش فاهم أي حاجة كده؟ لا تمام يا دكتور. تمام يا باشمهندس. هي ال 7.5 دي اللي هستخدمها يا دكتور في الرسم صح؟ اللي هي اللي هي ايه بقى؟ اللي هي العرض بتاع البريدج ويدز دي هتعملها في الرسم فين؟
اللي هي بتبقى بالطول يعني، بتبقى مقارنة بالبيوتر واي 12 قارنة بالسبعة ونص دي. يعني في البلان لو انت بترسم في اه البلان قصدي في البلان. بداية الحيطة يعني من وش الحيطة لوش الحيطة عشان تحدد العرض اللي الكوبري المية يعني المية بتعدي منه تحت الكوبري. تمام، تمام. الصوت واصل؟ اه تمام. طب يا دكتور، هي دي انهي عرض، اللي هو العشرة ولا التمانية؟ ولا العشرة ولا التمانية؟ ما ده اللي انا بقوله، ان العشرة والتمانية ده الكوبري هيعدي، هنشوفها دلوقتي، ده العربيات هتعدي من فوقه. العرض اللي انا بتكلم عليه ده اللي المية هتعدي منه، الفتحات اللي المية هتعدي منها. اللي هو ما بين البيرس تقريبا، بين الأباتمنت والبيرس. ممكن يعني نجري شوية ونرجع تاني، ممكن تمام. نجري شوية. انا كنت جايبة لكم صورة كده تتفرجوا عليها. بصوا هنا، ده العرض بتاع الكوبري الاولاني وده العرض بتاع الكوبري التاني. ده العرض الاولاني اللي هو 8 بلس 2 سايد ووكس، العربيات بتعدي من عليه، ملوش دعوة بالمية ولا الاسكاور ولا اي حاجة، ده هيفيدني بس لما اجي احسب الكاميرات. اوكي، العرض التاني ده اتجاه المية، عندي فتحتين زائد البير، ده العرض بقى اللي هو اللي انا عايزاه، عايزة اشوف الاعاقة حصلت في عرض قد ايه. فلما اجي احسب ايوه تمام. الاسكاور بتكلم في السبان بتاع الفنت والبيرز، ماليش دعوة خالص بقى بالسايد ووكس والكلام ده، لان ده في اتجاه تاني خالص. تمام يا دكتور. ايوه كده تمام وصلت. كده. اه وصلت تمام. تمام، هنرجع بقى تاني للسكاور، انا كنت حاطه الصوره دي في الامبيريكال دايمنشنز، فخلينا نرجع تاني للسكاور. طيب عندنا التوتال سكاور عند البير هيبقى ايه؟ بيساوي الكونتراكشن بلس اللوكال، طلع 1.83 متر. تمام كده، يبقى الفاونديشن ليفل ياخده الباد ليفل ناقص التوتال سكاور، يا اما اخده ماينس الكونتراكشن سكاور بس واستعمل ريبراب. فاحنا هنختار الحل التاني عشان ما نحفرش كتير وننزل الفاونديشن ليفل مسافه كبيره. تمام، التوتال سكاور عند الاباتمنت نفس الحاجه، هقول متر زائد 3.4 متر، يبقى كونتراكشن بلس لوكال، طلع لي 4.4 متر. الحل عندي ان انا انزل برضو الباد ناقص ال 4.4 دي كلها، ويبقى الفاونديشن ليفل كده، ده الوش بتاع الفاونديشن يعني الفاونديشن التكنس بتاعه، يبقى بادي من تحت الليفل ده. تمام، او اخد الفاونديشن ليفل اللي هو تحت بالكونتراكشن سكاور بس واستعمل الريبراب والبايلز. زي ما احنا شفنا بقى الانسبورتد لينث اوف بايلز بيساوي ايه؟ بيساوي الـ depth of scour at the abutment اللي هو الـ total sorry الـ local scour ناقص الـ C foundation اللي احنا شفنا عليها الحتة اللي هي دي، وبعد كده الـ pulse تبقى تحت. فاحنا هنشوف الـ total scour minus الـ C foundation، طلع لي 2.95 متر. تمام كده؟ حد مش متخيل أو مش فاهم أو كده؟ لا وانا تمام، بس هو انا لما اجي احل في الامتحان اكتب الحلين وبعدين اختار منهم، ولا اكتب على طول الحل اللي انا عايزه؟ ممكن تكتب الحل التاني أصلا، مش تاخد منك حاجة سطر، مفيش مشكلة عايز انا تكتب ده تمام. ممكن يعني مش هتفرق قوي. يعني عايز تقول ان احنا عندنا حلين واخترت الحل ده، ممكن برضو تبين ان انت فاهم الحلين. اوكي، طيب عايزين دلوقتي نجيب السايز بتاع الريبراب. زي ما احنا شفنا الريبراب ده حجارة بقى كبيرة، عايز اعرف السايز بتاع الريبراب عشان ما يتحركش. تمام، مش عايزاه يتحرك من مكانه، فهجيب الديامتر اللي الفيلوسيتي اللي هتعدي في الكوبري ما تحركوش. يبقى انا عندي القانون بيقول دي 50 بيساوي 0.692 كي في دي سكوير على السبيسيفيك جرافيتي بتاعت الريبراب ماينس 1 في 2 جي. الكي 1.5 عشان ده راوند نوز. الفيلوسيتي هنا بستعمل الفي فانتس. ليه بستعمل الفي فانتس؟ حد عارف؟ محدش عارف؟ دي ممكن تسبب هي عشان تسكور اكتر من الاصليه. بالظبط، عشان دي اعلى فيلوسيتي عندي. لو انا حطيت ريبراب وعامله حسابي ان الدايمتر ده الفي ووتر واي مثلا ما اتحركوش، هيجي الفي فانتس اسرع منها تشيله. فانا عايزه ايه؟ عايزه اعلى سرعه هتعدي عندي هي الفي فانتس، عايزه اطمن ان الريبراب اللي انا هحطه ده اعلى سرعه ما تقدرش تحركه. تمام، فبعوض هنا بالفي فانتس. خلاص، يبقى نخلي بالنا عندنا عندنا كذا سرعه، مش عايزين نتلخبط في الهيدنج اب. استعملنا الفي ووتر واي. تمام، لما كنا بنحسب اللوكال سكور عملنا في 1 اللي هي ايه بتاعه القطاع المستطيل. لما نيجي نحسب الدي 50 بتاعه الريبراب بنستعمل في فانتس. تمام كده، السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الريبراب 2.65 والجي طبعا 9.81 متر بير سكند سكوير، عوضت طلع لي ده 0.08 متر. واخدين بالكم بقى الفرق بين الدي 50 دي والدي 50 الثانيه؟ التانية كانت 0.005 ملي متر، دي 0.08 متر. انت كده بتتكلم بالمتر والتانية بالملي اصلا، يعني التانية جزء من الملي عشان دي حبيبات تربة، لكن دي ايه تقريبا 0.08 متر، يعني تقريبا 8 سنتي الدايمتر بتاعها. تمام يا باشمهندسين؟
تمام يا دكتور. افتكروا دايما دي الفيفنت عشان ما تلخبطوش فيها. طيب عايزه احسب بقى الثيكنس بتاع الريبراب، هحط الريبراب هعمل احلال قد ايه، مسافه او عرض قد ايه حوالين البيرس، تمام؟ والثيكنس بتاعه قد ايه، اخد الثيكنس بتاع الريبراب ده قد ايه. الثيكنس بتاع الريبراب هاخده يا اما 3 لدي 50 يا اما 30 سنتي يا اما الكونتراكشن سكور الاكبر فيهم. فمين اللي طلع اكبر هنا؟ طلع الكونتراكشن سكور، فخدت الثيكنس بتاع الريبراب متر، تمام كده. طب عرضه قد ايه؟ عرضه انا هشيل طبقه من التربه كده او يعني جزء من التربه حوالين البير واحط بداله الريبراب ده عشان احافظ على الفاونديشن ان يحصل عندها سكور. فهمشي قد ايه؟ عندي المسافه دي اسمها اكس، وبعدين المسافه دي 18 انش او 45 سنتي، وبعدين انا عندي الحفر بيبقى بزاويه، الزاويه اللي احنا قلنا عليها اسمها ايه؟ انجل اوف ريبوز، تمام؟ اللي هو مديها لي 35 درجه. فالكلام ده الاكس دي بتساوي ايه؟ بتساوي العرض ده ناقص العرض ده على الاثنين، يبقى بتساوي بي 1 ماينس السي بير على الاثنين، تمام؟ والسي بير اس على من 6 ل 12 اللي احنا قلنا عليها من شويه. يبقى عندي السي بير وعندي البي 1، هجيب ايه الفرق بينهم واقسمه على الاثنين، جبت الاكس زائد 45 سم اللي هي 18 انش دي بتساوي 45 سم، تمام؟ زائد ايه؟ زائد الواي كوتان فاي، والواي دي اللي هي الواي كونتراكشن سكور، والفاي اللي هي الانجل اوف ريبوز. يعني كان انا بقول ان ايه بتساوي الحته دي زائد دي زائد العرض ده لحد هنا، هو ده العرض الدبليو اللي انا هرسمه على الرسمه بتاعتي، تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده مشكله؟ والاكس دي زي ما احنا قلنا بتساوي بي 2 ماينس 3 بير على 2، الحته دي طلعت هنا 35 سم. في مشاكل كده؟ كل حاجه واضحه كده، انقل على بعضها. دكتور معلش اتفضل. انا كنت جايب الفي بتاعت الفنت مثلا في الاول خالص 1.5، فما كانتش مسيفه اصلا، فرجعت عدت وكده. المفروض الفي اللي انا اعوض بيها دي اللي انا جبتها بعد ما عدت، صح؟ الفي اكشوال، الفي فانس الحقيقيه اللي جايه نتيجه الاسبان الجديده الاكتوال اللي انت بعد ما عملتها وقربتها كل حاجه تجيب الفي فانس بتاعتها، وهي دي خلاص دي اللي هتمشي بقى في الكوبري. التانيه دي كانت انت فارضها. ايوه تمام كده ماشي. تمام، حد عنده اي اسئله تانيه يا باشمهندسين قبل ما اجيب الريبراب في الابارتمنت؟ عندي سؤال بس يا دكتور معلش، هو المفروض العرض بتاع الريبراب يكون من فوق وش القاعده الار سي ولا من عند يعني تحت مع القاعده بتاعت الار سي؟ اللي انا بحسبه دلوقتي صح؟ بالظبط كده اللي انا بحسبه هو ده، تمام. يعني دي القاعده، انا اقول لك يعني ده كده ده الباد ليفل، تمام؟ انا حفرت حفره كده بالانجل فاي دي ماشي. الدبس بتاع اللي هو الواي ده بيوصل عند واي كونتراكشن سكاور، بيوصل لحد وش الفاونديشن، وش الار سي صح كده؟ وبيوصل لحد فين المسافه هنا؟ اكس زائد 45 سم، اكس زائد 45 سم، تمام. هو بس عشان لما طلعت بقى بالزاويه بقى عندي الدبليو دي كلها اللي هي اكس زائد 45 سم زائد الحته دي اللي هي واي كوتان فاي، تمام. تمام كده؟ حد عنده اي اسئله تانية؟ الريبراب السايز بتاعه في الابارتمنت بيساوي ايه؟ بيساوي دي 50 على واي، سوري دي 50 على واي، دي بتساوي كي في السبيسيفيك جرافيتي ماينس 1 في في سكوير على جي واي. الكي 1.02 عشان الحيطان دي فيرتيكال. الواي هو قايل لك ان دي الواي في الداون ستريم اللي هي 2.1 اللي هي الواي جوه الكوبري او بعد الكوبري. والدي زي ما احنا قلنا برضو الفي فانتس عوضنا طلعت الدي 50.1 0.5 متر، يعني تقريبا 10 سنتي ونص الديامتر، تمام؟ فده برضه بيورينا ان نتيجه ان الابارتمنت فيها اعاقه اكتر الديامتر بتاع الريبراب اللي محتاجينه عندها اكبر كمان، نتيجه ان هي هيحصل دوامات اكتر وهتحاول ايه الميه تشيل الحبيبات دي اكتر يعني، تمام. التكنس بقى بتاع الريبراب هاخده الاكبر من الثلاثه دول، 1.5 دي 50 او 30 سنتي او الكونتراكشن سكور. برضه طلع لي الكونتراكشن سكور هو الايه الاكبر. هبتدي احسب دلوقتي الويدث بتاع الريبراب. شكل الحيطه دي الكاونتر فورتد وول، تمام؟ ادي تلت البي وتلتين البي الناحيه الثانيه، والحته دي اللي احنا قلنا عليها تي فيرتيكال اللي هي العرض بتاع الحيطه، وده الكاونتر فورت اهو، وده الباد ليفل. عملنا برضو الحفره اللي قلنا عليها على بعد 0.45 من الايه من الحيطه، وبعدين طلعنا بالانجل اوف ريبوز او الميل بتاع التربه هو الانجل اوف ريبوز. الدبليو اللي انا بحسبها هي دي، عرضها بيساوي ايه؟ بيساوي الاكس زائد 45 سم زائد واي كونتراكشن سكور في كوتان فاي، والفاي هي ال 35 درجه برضه. هنا الفرق بس ان الاكس مختلفه، الاكس هنا بتساوي ايه؟ بتساوي البي 1
ماينس ال T vertical، يبقى بتساوي ال B1 ماينس ال T vertical، وال B1 دي كانت بتساوي تلت ال B، فأنا عندي ال B كلها هجيب تلتها وأطرح منه T vertical هجيب الحتة الأكس دي، هنا كانت طالعة 85 سنتي. تمام يا باشمهندسين كده؟ في حد عنده أي سؤال كده؟ تمام. طيب دلوقتي مطلوب مننا بعد كده نعمل الـ empirical dimensions للـ slabs والـ girders والـ piers والـ abutments. بعد كده مطلوب منك ترسم cross section وتبين عليه الأبعاد والـ levels كلها وكمان الـ riprap. الـ empirical dimensions عندنا عايزين نعرف أبعاد الـ elements المختلفة بتاعة الكوبري، الـ girder مثلا، الـ slab، الـ pier. الـ pier بيبقى شكله بالشكل ده كده، في عرض كبير فوق وعرض صغير هنا، والعرض بتاع الـ foundation والخرسانة العادية، شكل الكاونتر فورت وول والعروض بتاعة الحيطة والكاونتر فورت نفسه، كل الحاجات دي عايزين نعرفها. تمام. في الاليفيشن زي ما انتم شايفين الكوبري ده سبورتد على عدد من الجردرز معينة، بس الكوبري ده بيبقى سلاب معينة كده سبورتد على الجردرز، وبعد كده في اتنين كانتليفرز اللي هم التو سايد ووكس، فالبريدج ويدث اللي هو العشرة متر مش كله بيدخل معانا في حسابات الجردرز، بيدخل معانا الثمانية والاتنين سايد ووكس اللي هو متر ومتر بيبقوا كانتليفرز. نخلي بالنا ان هو المسافه الال سمول دي بتبقى سنتر لاين تو سنتر لاين، من سنتر لاين الجردر دي لسنتر لاين الجردر دي. عايزين نعرف برضو الال افكتيف او الطول بتاع الجردر من هو اللود هينزل فين يعني، او هيبقى سبورتد فين بالظبط. تمام. ده الشكل اللي انا لسه كنت بقول لكم عليه من شويه، ان انا عايزه اعرفكم الفرق بين العرض بتاع الكوبري والعرض اللي الميه بتعدي منه. العرض بتاع الكوبري هو ده اللي احنا قلنا ايه، الكاميرات اهي شايفين الجردرز اهي، تمام، واقفه لحد هنا، والاثنين سايد ووكس مش داخلين معانا، فلما تيجي تشتغل على الجردرز هتشتغل على مين؟ على 8 متر بس، السبيسنج بينهم داخل فيه 8، فمحدش يدخل 10. تاني حاجه قلنا ان ايه، الميه بقى لما نيجي نحسب السكور بتعدي من العرض ده، فدايما نفرق ان البريدج ويدث هما اتنين، واحد ميه هتعدي منه ده بينفع معايا في الحسابات اللي فيها ميه وسكور، وواحد تاني العربيات بتعدي منه لما اجي اتكلم عن البلاطه وعن الجردرز اللي الكوبري مسنود عليها. شكل الجردرز اهو، ده البير، هو البير ده ليه اشكال كتيرة، ده البير زي شايفين ادي 1 2 3 4 5 6 جردرز، بينهم كام سبيسنج؟ 1 2 3 4 5. تمام. والسايد ووكس مالها كانتليفر اهو، اوكي كده. يبقى انا عندي النمبر اوف جردرز بيبقى ايه، اكتر من السبيسنج بينهم بواحد، والسايد ووكس بيبقوا كانتليفرز. دي الفانت اهي، المايه بتعدي من هنا، وده البير، المايه وهي ماشيه كده طبعا ايه هتخبط هنا. يبقى انا لو بحسب الاعاقه والميه في المجرى المائي بحسب الفانتس والبيرز، لما اجي احسب الكمرات فوق عند الكوبري بحسب ال 8 متر بلس 2 سايد ووكس. واضحه كده يا باشمهندسين؟ اه يا دكتور. ده كوبريتين اهو كده، برضو ادي عندي 1 2 3 4 جردرز منهم 3 سبيسنج، والسايد ووك كان ليفر وسور الكوبري عشان تبقوا برضو متخيلين وانتوا بترسموه، والبير اهو تحت. ده كوبري قصر النيل، عشان برضو كنا مرة قلت لكم خدوا مركب في النيل وروحوا اتفرجوا على الفانتس ان هم قد بعض، لو جيتوا تبصوا كده هتلاقوا ان بصوا الفانتس كلها قد بعض. تمام. الجردر سبورتد على البير، اوكي، واحنا شايفين البير اهو. تمام. واكيد الجردرز بقى بشكل عرضي كده، والكوبري برضو السور بتاعه هتلاقوه المفروض انه كانت ليفر اهو، شايفين السور طالع ازاي بره، ده كانت ليفر والجردرز باينه عندي. تمام يا باشمهندسين، حد كده مش واضح، وده سور الكوبري عشان كان حد سالني ارتفاع قد ايه، ارتفاع على حسب الواحد هيقف ويبص يعني. تمام. متر مثلا ولا حاجه، اوكي يا باشمهندسين. تمام. عشان تبقوا متخيلين برضو وانتوا بترسموا اتجاه الميه فهو نفس اتجاه البيرز، الجردرز في الاتجاه التاني، والسور بتاع الكوبري لما تيجي ترسمه في الاليفيشن اللي هو الشكل ده، شايفين ده سور الكوبري اللي انتوا هترسموه. تمام كده. وبيبان لي برضو في السايد فيو الشكل اللي زي الشبكه، انا اتعمدت اجيب لكم كوبري فيه الشبكه دي، شايفين الشبكه اللي فوق دي هنا نفس الحاجه، عشان وانت بترسمه تبقى متخيل المربعات اللي انت بترسمها دي. طيب خلينا نبص دلوقتي بقى على الامبيريكال دايمنشنز. السي بير الثيكنس بتاع البير اللي احنا قلنا عليه بيساوي اس على من 6 ل 12، اس على من 6 ل 12 اجيب التي بير ده. تمام. البي 1 دي بتساوي البي 2 اللي تحت دي بتساوي قد ايه؟ بتساوي 0.1 الاس بلس 0.85. وانا كان عندي رسمه تانية وراها، خلينا نبص عليها هي احسن.
يبقى عندي اهو الاس ال تي بي الاس على من 6 ل 12 وبعدين بي 1 بتساوي 0.1 الاس بلس 0.85 تمام، والبي 2 اللي تحت بتساوي البي 1. طيب الابارتمنت عندي اول حاجه البي 1، ايه البي 1؟ البي 1 اللي هو العرض اللي الكاميرا مسنود عليه، فلو انا عندي 1 فنت مش هيبقى فيه بير، هتبقى البي 1 دي بتساوي ايه؟ بتساوي اس على 10 اوكي. لكن لو انا عندي 2 فنت هيبقى عندي بير، فطبيعي ان انا عايزه الكاميرا تبقى سيمتريك، عايزه العرض ده قد العرض ده، فساعتها هاخد البي 1 دي بتساوي البي 1 السمول على 2 زي ما احنا عاملين هنا. يبقى البي 1 لو 1 فنت هاخدها اس على 10، لو 2 فنتس او 3 فنتس او ايا كان عدد الفنتس خلاص يبقى عندي بير، يبقى انا هاخدها نص العرض الكبير اللي فوق بتاع البير اللي الكاميرا مسنوده عليه. بعد كده عندي تي فيرتيكال بتساوي تي هوريزونتال بتساوي اتش على من 12 ل 14. الاتش دي بتساوي ايه؟ بتساوي الارتفاع او الليفل بتاع الطريق اللي هو البريدج ليفل او الرود ليفل ناقص الفاونديشن ليفل، خلاص جبت الارتفاع كله، هطرح منه ايه بقى؟ هطرح منه الويرنج سيرفيس اللي هو طبقه الرصف والتي جردر والتي هونش. هنبص عليها فين؟ نبص عليها هنا. خلاص انا عايزه اجيب الليفل ده، هقول ايه؟ هقول الليفل بتاع الطريق ناقص طبقه الرصف ناقص التي جردر. التي جردر زي ما شايفين هنا داخل فيها التي سلاب، والحته الصغيره دي اللي هي الهونش تمام كده. برضه ممكن نبص عليها على السكشن، الكوبري ليفل بتاعه اهو ناقص طبقه الرصف الويرنج سيرفيس تمام ناقص التي جردر، التي جردر سوري هي كل دي ناقص الهونش دي، جبت الليفل ده. لو طرحت الليفل ده من الفاونديشن ليفل خلاص جبت ارتفاع الكوبري او ارتفاع الكير. نعم قيمة التي هونش بكام معلش؟ عشان انا مش عارف. المفروض الطبيعي بتاعها 20 سنتي، الا لو لقيت المسافة بين الجردر والمية قلت عن 50 سنتي بتبتدي تقللها. معلش معلش حضرتك، بس هو التي هونش بتبدا من تحت خالص، من بعد يعني من بعد وش من هنا البير؟ من أوكي. البير للجردر تعملها ميل 3 لواحد، اخدها 0.2 الا لو ايه معلش يا دكتور؟ 0.2 متر الا لو السبيسنج اقل من نص، اقل يعني من سطح الميه لحد هنا هيبقى اقل من نص، فانت عايز تعلي البير ما يبقاش من دل ده اقل من نص. اوكي من سطح الميه لغايه بدايه الهونش اقل من نص، ساعتها وما انا يعني وما انا معلي معلي فيه. بدل ما تاخدها 20 مثلا ممكن تاخدها 15 او تاخدها 10 او ممكن ما تاخدهاش اصلا، لو انت لقيت ان انت كده بتنزل السطح بتاع البير تقربه من الميه قوي اكتر من نص، سوري اقل من نص متر، يعني بقى السطح ده اقرب من الميه المسافه دي يعني كده، لو قلت على نص احنا بنحاول نقلل من الهونش، المهم ان المسافه دي لحد هنا ما تبقاش اقل من نص. المفروض ارفعه عشان الميه ما تخبطش في الجردرز من تحت، يعني المفروض اعلي بقى مش صح كده؟ ما انت بترفع السطح ده، يعني انت بتحاول ترفع السيرفيس ده يعني الجردر سبورتد عليه. اقل ارتفاع البير نفسه وارتفاع الابارتمنت نفسه صح كده؟ يعني اقل ارتفاع للبير والابارتمنت تمام، او يعني ما ينزلش هنا يقرب من الميه باكتر من باقل من نص متر، يعني المسافه المينيمم من هنا لسطح الميه نص متر. فحضرتك تريد دلوقتي ان انا معلي ارتفاع البير ومقلل التي هونش، خلي التي هونش مثلا 0.15 متر مثلا وعليت البير في نفس الوقت ال 0.05 بالظبط بالظبط. يعني لو انت خدتها 20 ولقيت المسافه دي بقت 0.45 طب ما تاخدها 15 وتخليها 0.5، فاهم قصدي؟ فاهم. معلش يا دكتور، من تحت من بدايه وش الابارتمنت او من بدايه وش البير بمشي بقى بميل 2 لواحد، 2 هوريزونتال لواحد فيرتيكال عشان ارسم الهونش؟ لا من هنا من هنا تمشي 2 لواحد او 3 لواحد وترسم. تمام اوكي. هوريزونتال الكبير هوريزونتال والصغير 2 الى 1 او 3 الى 1 تمام كده. ونهايه البير كنا قلنا ان احنا بنعمله ازاي، من النقطه دي كده بننزل ايه بميل بقى العكس، واحد افقي لاثنين راسي، بنوزع اللود لحد ما نجيب نهايه البير ونطلع راسي نجيب نهايته. فالحته دي بتساوي قد ايه؟ اتش على الاثنين، مش ده اتش؟ صح، يبقى اتش على الاثنين من نهايه الكاميرا من وش الكاميرا كده اتش على الاثنين. تمام جدا تمام كده يا باشمهندسين. حد عنده اي اسئله كده؟ طيب يبقى احنا كده جبنا البي التي فيرتيكال والتي هوريزونتال. البي بقى اللي هي بي 2 اللي تحت بتساوي ايه؟ بتساوي من اتش لتلتين الاتش، على حسب انت حاجه تقدر بقى تقسمها بعد كده كمان التلت والتلتين، يعني حاجه تقدر تقول ان ده التلت وده التلتين. انا عندي بي 1 الحته دي
وعندي بي 2 اللي هي الحتة دي، والتي هوريزونتال والتي فيرتيكال بيساوي اتش اعلى من 12 الى 14. خلاص، والاتش قلنا بنبتديها من فوق، نطرح الويرنج سيرفيس وبعدين نطرح التي جيردر وبعدين نطرح الهونش. جبنا الليفل ده نطرح منه مين الفاونديشن ليفل، نجيب ارتفاع الايه سواء البير او الابوتمنت اللي هو الاتش بقى دي كلها الاتش دي. تمام يا باشمهندسين؟ طيب بعد كده الجردرز عندي الاس كلير. لو جينا نبص هنا هتلاقوا ان الاس من هنا لهنا، طب الجردر مش يعني الحته دي متشاله منها، فهنقول ان الاس كلير بتساوي ايه؟ بتساوي الاس ناقص الحته دي. تمام، طب الحته دي اجيبها ازاي؟ بقول ان هي بتساوي البي 1 ناقص التي بير على 2، يبقى الاس كلير بتساوي اس ناقص البي 1 ناقص التي بير على 2، يعني كان بي 1 ماينس التي بير على 2. هجيب الحته دي خلاص، هطرحها من الاس، جبت الاس كلير. طيب اللود مش بينزل هنا وبينزل جوه شويه، يبقى الاقل جردر او الاقل افكتيف الحقيقيه عندي بيساوي 1.05 في الاس كلير، اللي هي دي 1.05 في الاس كلير، والتي جردر بيساوي بقى الاقل اللي هي 1.05 في الاس كلير اعلى من 7 ل 10. السلاب عايز اعرف بقى، هي دي الحته اللي بتغلس عليكم. السلاب عايز اعرف عدد الجردرز اللي اختارها، انا عايزاها تبقى وان واي سلاب، يبقى عايز عرض الكوبري البريدج ويدث اللي هو 8 متر. هسيبني بقى من السلايد بوكس عشان هما كانت ليفرز على ايه، على النمبر اوف جردرز اجيب السبيسنج كام سبيسنج والعرض بتاع السبيسنج ده قد ايه. تمام كده، فانا هشوف انا عندي دلوقتي الاقل سمول انا عايز اعرفها اللي هي دي. خلاص، الاقل افكتيف لازم تبقى قد ايه؟ الاقل افكتيف على الاقل اكبر من او يساوي 2 عشان اجيب التي سلاب اقل على من 8 ل 10. هوريكم دلوقتي في واحنا بنحل بالارقام هتبقى باينه قدامكم ازاي بنحسب الاقل دي قد ايه. تمام كده، في حد عنده مشكله كده؟ هو انا لا دكتور ضربت في 1.05، معلش يعني كان هو اللود مش هينزل هنا بالظبط، هو بيدخل جوه يعني السبورت هنا، يعني الجردر سبورت جوه شويه، فبنزود الاس كلير سنه علشان نقول ان السبورت او اللود بيبقى السبان اصلا اكبر سنه. طيب هو في الرسمه دي، في الرسمه اللي بتاعت الفير دي، انا عايز اعرف هو البير مايل بزاويه قد ايه؟ مش البير مش دي مايل، اللي هي التانيه. البير ماشي ستريت يعني مش مايل. لا لا، في مايل الرسمة قصدك ايه؟ التانية اللي هي في الحتة اللي هي اللي فوق مايلة كده. دي أيوة دي. صح؟ خدها 3:1 ولا حاجة. 3:1 والارتفاع قد ايه؟ ممكن تاخد هو دي أنا مثلا معايا قد ال T horizontal distance vertical، تاني؟ يعني ممكن تاخد دي قد ال thickness اللي هو ال T vertical وال T horizontal مثلا، وتاخد بعد كده الميل ده. 3:1 تمام، اوكي. تمام، اللي هو مدام ده يعني ده تي هوريزونتال وده تي هوريزونتال وده برضه يبقى تي هوريزونتال، بس بنزود العرض فوق عشان يقدر يسبورت الجردر. ايوه تمام تمام كده، تمام ماشي. اوكي، يعني متهيألي دي number of girders minus one صح، لأن هو التمانية على ال spacings بقى مش على number of girders، فدي number of يعني أنا بتصلحها لما أنزل لكم السلايدز إن شاء الله. تمام، دلوقتي ال empirical dimension ده الحل بقى بتاع الشيت، ال n بتساوي 2. تمام، علشان هو ايه 2 vents يبقى ايه 1 pair. الاس كلير هعوض بقى في القوانين، اس ناقص ايه هو بادي بالجردرز. تمام، ناقص بي 1 ناقص التي بير على 2 اللي يعني ضربها في نص، جاب البي 1.1 الاس بلس 0.85 طلعت 1.2 متر. التي بير اس على من 6 ل 12 طلع لنا رينج خدناها نص متر. الاس كلير 3.5 ناقص النص دي اللي هي هنا وعوضنا بالبي 1 والتي بير طلع لنا الاس كلير 3.15، هنضربها في 1.805 عشان نجيب الأقل جردر أو الأقل إفكتيف، طلعت لي 3.3، قسمتها على من 7 ل 10 وجبت رينج برضو، اخترت ال T جردر 0.5 وال B جردر دايما باخدها 30 سنتي. دلوقتي أنا عايزة أعرف، هي دي كده تعويض مباشر بتهيألي مفيهاش مشكلة. السلاب بقى هي دي اللي إيه ممكن تبقى بتغلس عليكوا شوية. تمام، given اللي عندنا إن البريدج ويث 8 متر بلس 2 سايد ووكس كل واحد متر، انا هشتغل على مين؟ زي ما قلنا هنشتغل على الثمانية عشان دول كانت ليفرز، والاقل جردر اللي هي 1.05 الاس كلير طلعوا لي 3.3. هبتدي افرض قيم لعدد الجردرز واشوف السبيسنج بينهم. تمام، يبقى عدد الجردرز اهم، مثلا هقول ان الثمانية دي فيها 3 جردرز، يبقى عندي كام سبيسنج؟ 2. تمام كده،
يبقى 8 على 2 تطلع لي عدد ايه؟ تطلع لي العرض بين الجردرز قد ايه او السبيسنج اللي هو ال ال سمول، طلعت لي 4. اوكي طيب هقول لا، ده انا كده لما قسمت ال ال جردر على ال ال سمول طلعت لي 0.85، 3.3 على ال ال سمول اللي هي 4 طلعت لي 0.825. يبقى انا ده مش هينفع عندي، انا عايزه ال ال جردر على الاقل تبقى حاجه اكبر من الاثنين او تساوي الاثنين. طيب هجرب قيمه تانية للجردرز، هقول مثلا اخدهم 4 يبقى السبيسنج بينهم 3، يبقى ال ال سمول 8 على ال 3 طلعت لي 2.67. هقسم بقى 3 و3 من 10 على 2.67 برضو طلعت لي 1 وشويه. يبقى انا كده برضو لسه مش مسيفه، لسه ما جبتش الاثنين. افرضهم 5 بينهم 4 سبيسنج، 8 على 4 يطلع لي ايه؟ ال ال سمول 2 تمام، 3.3 على 2 برضو ما جابتش ال 2، يبقى برضو مش هاخد 5 جردرز. طب اجرب 6 جردرز بينهم 5 سبيسنج تمام، 5 سبيسنج يبقى انا هقسم ال 8 دي على ال 5 طلعت لي 1.6، 3.3 على 1.6 طلعت لي اهو 2 وشوية تمام كده. يبقى انا اخترت 6 جردرز علشان ايه؟ اخلي الشرط بتاعي ال ال جردر على ال ال اكبر من او يساوي 2، واخترت السبيسنج بين الجردرز 1.6 منها هحسب التي سلاب ال على من 8 ل 10 خدتها 20 سنتي، وطبقة الرف دايما 12 سنتي او 0.12 متر. حد مش فاهم الحتة دي؟ انا ما خدش يا دكتور العدد 7 ال ال على ال طلع ب 2.5 بعيد عن الاثنين يعني، فيعتبر بالنسبه لي ويست او مش احسن حاجه. اه بالظبط، يعني هو احسن حاجه اقرب من الاثنين على قد ما اقدر. جميل كده. واضحه كده؟ تمام يا دكتور. طيب حد عنده اي اسئله كده تانية يا باشمهندسين في الحته دي؟ نبتدي نحسب الحسابات بتاعة الأباتمنت. الأباتمنت بتساوي إيه؟ ال B1 بتاعتها إحنا عندنا 2 فنس، يبقى هناخدها B1 على 2 طلعت لي 0.6 متر. هحسب ال H الرود ليفل، ومديني الرود ليفل 10 ناقص الباد ليفل تمام، وبعدين أجمع عليه ال contraction score، وبعدين أطرح بقى منه ال C أسفلت وال C جردر وال C هونش، 10 ناقص 6، وبعدين أطرح ال 12 سنتي بتاعة الأسفلت والنص متر بتاعة الجردر وال 20 سنتي بتاعة الهونش والايه، واجمع عليهم الكونتراكشن سكور عشان انا هنزل فاونديشن ليفل من الكونتراكشن سكور. طلع لي الاتش 4.18 متر. اتفضل. معلش، هي البت زي الكونتراكشن دي اللي هي منسوب الفاونديشن على طول صح؟ او لو جبت منسوب الفاونديشن على طول بالظبط، يعني بدل ما تقول باد ليفل زائد الكونتراكشن هتقول منسوب الفاونديشن وتشيل الكونتراكشن. تمام. البي بتساوي من تلتين لواحد الاتش، فهو اختارها رقم يقبل اسم على التلات عشان يعرف يقسمها التلت والتلتين، خدها 3.9 متر، رقم في الرينج يقبل اسم على التلت والتلتين. السي هوريزونتال بتساوي تي فيرتيكال، اتش اعلى من 12 ل 14، برضه طلع لي رينج خدتها ايه لأقرب 5 سنتي كده 0.45 متر، وخدنا التي كاونتر فورت اللي هو كل كاميرا هيبقى قدامها كاونتر فورت خدناها ربع متر تمام كده. بعد كده رسمت الكروس سكشن، هتيجي بقى ترسم الريبراب هتعمل ايه؟ المسافة دي اللي احنا قلنا عليها الاكس، وانت تمشي 45 سنتي وتطلع بال35 درجة، فهنا برضو هتمشي الاكس دي وبعدين تمشي 45 سنتي وتطلع بال45 درجة، هتلاقيهم قطعوا بعض، يبقى انت الريبراب عندك في الباد ده كله نفس الكلام. انت ممكن ترسم نص بس اعتقد لان هي سيمتريك. خلاص كده يا باشمهندسين، والاتش اهي باينة عندي من من مكان ما الكاميرا سبورتد لحد الفاونديشن ليفل، نفس الكلام من مكان ما الكاميرا سبورتد في البير لحد الايه الفاونديشن ليفل، المفروض الخط ده ماشي مع الخط ده لان الكاميرا لازم تبقى سبورتد على ناحيتين زي بعض تمام. ودي الفانتا اهي العرض بتاعها 3.5، والاست كلير اللي هي ايه الحته دي اوكي كده، وده سطح الميه 8 و10، يبقى الدبث بتاعي 2.1، والسي فيرتيكال اللي هي 45 سنتي، والسي هوريزونتال 45 سنتي. هنا في خرسانة عادية عشان مش مستعملة فايلز، هنا مفيش خرسانة عادية عشان حاطة ايه الفايلز دي وعاملة زي خط قطع كده لأن أنا مش راسمة ال unsupported length كله تمام كده يا باشمهندسين. حد عنده أي أسئلة؟ دكتور معلش، هو ال TV وال TH قلنا بيساوي ال H على 12 ل 14، هو الرقمين طلعوا بعيدة عن الرينج يعني أقل من 0.45، فعادي إن أنا أفرضها 0.45 ولا ده كان جيفن أصلا في السؤال؟ هو لا، هو هما 0.42 0.48 أوكي، ده رقم قريب في الرينج، ممكن أنا حسبتها غلط. طلعت معايا برضو من 0.3 ل 0.35 بالظبط، يعني خلاص خدها 0.35، ممكن تاخدها ساعتها 0.35 تمام.
تمام. تمام، او راجع برضو راجع الاتش بتاعتك انت، ممكن اصل هي الاتش دي فانكشن في كونتراكشنز كور، هي تمام، بتبقى اللي انت اصلا ممكن تكون مش حاسبها مظبوطه زي او مش طالعه لك لا نفس الرقم اصل انا خدت بتيجر ب 0.45 تقريبا. مثلا، يعني هي فانكشن في حاجات كتيره، الاتش دي مختلفه من واحد لواحد تمام. على حسب انت فرضت التي جردر بكام، مثلا فرضت الكونتراكشن او طلع لك الكونتراكشن سكاور بكام، حاجات زي كده. طيب دلوقتي هنتكلم بقى على حاجات في الرسم، لسه مركزين ولا عايزين بريك؟ لا نكمل يا دكتور عشان في محاضرة أصلا كمان شوية، فممكن نكمل على طول. طيب كويس أوي، خلاص نكمل. يبقى احنا عندنا، لو انا عندي كوبري دلوقتي، انا عندي دلوقتي في البنك وفي الرود، اوكي، يبقى عندي هو البنك والرود. الكوبري ده لما اجي اعمله، تمام، اعمله على انهي منسوب؟ لو الليفل بتاعهم هما الاتنين مش زي بعض، اعمله على ليفل الرود ولا ليفل البنك؟ هعمل على الأقل. عامل على الاعلى طول عمرك، بتشوف ان الناس بتعمل ايه، مطلع الكوبري، طالعين الكوبري، يبقى الكوبري ده دايما في الليفل العالي، يبقى انا هعمله على الليفل الاعلى من الطريق والبنك. طيب يبقى انا هو ده دلوقتي عشان يبقى بره، صح؟ عشان يبقى نعم، المينيمم بتاعي أكبر شوية. احنا كده كده هنشتغل دايما على الليفل العالي، وبعدين نبقى نعمل الرامب دي بعدين، تمام. تمام، يعني سواء هتشتغل على الرود او هتشتغل على البنك، بتاخد العالي فيهم هو اللي تشتغل عليه وتنسى التاني ده، وتبقى تعمله المطلع في الاخر، تمام كده؟ تمام مسلم. اوكي، يبقى انا عندي دلوقتي مثلا لو فرضنا الطريق اقل من البنك، يعني البنك عالي والطريق قليل، يبقى هعمل الكوبري على نفس ليفل البنك واجي اعمل مطلع هنا، ان العربيه جايه كده لقت الكوبري اعلى هتطلع بمطلع. طب فرضا بقى الرود هو اللي عالي والبنك هو اللي قليل، هعمل الكوبري على ليفل الرود واعمل مطالع من هنا ومن هنا، المطلع هنا ومنزل، العربيه ماشيه مثلا كده هتطلع الكوبري وبعدين ترجع تنزل من هنا، يبقى انا دايما الكوبري ده في العالي، اشوف الليفل العالي فيهم وانسى التاني، اشتغل على الليفل العالي في الاخر خالص اعمل المطلع بتاعي، تمام. انت هتدخل تقرا المساله هتشوف مين الليفل العالي، الرود ولا البنك، يبقى ده اللي انا هبتدي الرسمه بتاعتي بيه وانسى التاني خالص، بعد ما اخلص الدورانات وكل حاجه اعمل المطلع بقى، تمام، اعمل مطلع منين، من الليفل القليل اللي انا كنت رسميه ده لحد ما اخلص، عشان ما الخبطش نفسي. فانا هنا عندي الرود اعلى من البنك، يبقى انا ايه، همشي الرود والكوبري نفس الحاجه واعمل مطلع اللي انتوا شايفينه. العربيه مش هينفع تطلع سلالم مثلا، لازم تطلع بايه، بميل، فالميل ده من 10 لـ 1 لـ 20 لـ 1، احنا هناخده 10 لـ 1 في اللوحه عشان تكفي، تمام. طيب الميل ده ابتدي، إيه سوري، الرامب دي ابتديها منين؟ بعد ما اخلص الدورانات، اوكي، يعني انا عملت الربع دايره بتاعتي دي اللي انتوا بتعملوها بتاعت التقاطع بتاع الطريق مع البنك، تمام، عملت الربع دايره على الليفل العالي، وبعدين هعمل ايه مع السنتر بقى، مع نهايه الدوران هبتدي الخط بتاع الرامب واقول ايه فرق المناسيب في الميل، الرود ناقص البنك في الميل اللي بينهم، هجيب الخط التاني ده، تمام. طب ايه اللي حصل هنا، ان كل نقطه دي ليها منسوب مختلف، والمسافه دي فرق المناسيب في الميل، يبقى كل نقطه من دول فرق المناسيب في الميل مختلف، هحسب فرق المناسيب في الميل في اولها اللي انا اوريدي كنت حاسباه، هحسب فرق المناسيب في الميل هنا في الاخر هنا او هنا عند البيرم كده، واوصل، هتلاقوا البيرم واسع معاكم. فانا كده لما اشتغلت على الليفل العالي ما قلتش عن المينيمم بيرم زي ما الباشمهندس كان بيقول، واضحه كده؟ إيه معلش، الكسره دي هي دي اللي هي الدوران ده، وده كده الفرق بتاع المنسوبين، صح؟ لما انا ايه طرحت ايوه هي دي. الحته دي، دي ولا دي، دي صح؟ الكسره دي، معلش الكسره دي معناها ايه، معناها ان هنا فرق المناسيب في الميل كان حاجه وهنا حاجه تانية، يعني الكوبري ده كان ماشي كده وبعدين تمام. نزل لليفل تاني، فالليفل التاني ده بقى تحت، فرق المناسيب في الميل قرب هو من البيرم، ففرق المناسيب في الميل بينه وبين البيرم صغر، لكن ده عالي، فرق المناسيب في الميل بينه وبين الطريق اللي حصل بيرم والطريق كبر. طب الحته دي كل نقطه ليها منسوب مختلف، كأن الخط ده يعني هوريه لكم في الاليفيشن بيقرب، بص ازاي، يعني كنت على الليفل ده طول ما انا ماشيه ايه عماله اقرب، ففرق المناسيب في الميل عمال، المناسيب اصلا بتقل، ففرق اسقاطهم في البلان هيصغر برضه، ايوه وصلت كده. تمام. يبقى هنخلينا بقى نفتكر الرامب، لما يبقى عندي الرود اعلى من البنك هرسم الرسمه كلها بالمنسوب بتاع الرود وبعدين ابص على البنك بعد كده، تمام، هعمل الدوران بتاعي مع نهايه الدوران مع السنتر بتاع الدوران كده تبتدي الرامب، هقول ايه فرق الرود ناقص البنك، كان الرود مثلا 4 وده 3.6، يبقى 4 ناقص 3.6 طلعت 8.4، فنقول 15 لواحد تطلع لنا كام، احسبوها بقى 0.4 في 15
ثواني نحسبها تطلع كام؟ تطلع 6. يبقى العرض بتاع الرامب دي 6 متر. اوكي، يبقى هعمل خط 6 متر، يعني هعمل عرض 6 متر واقول الرامب خلصت هنا. طيب الليفل ده 3 و6 والليفل ده 4، يبقى فرق المناسيب في الميل مختلف على النقط دي برضو، زي ما هو فرق الليفل مختلف او الليفل كل نقطة ليها ليفل مختلف، يبقى فرق المناسيب في الميل مختلف. مش هقعد احسب لكل نقطة، فبحسب في الاخر هنا ووصل. الكلام ده هيبان لي ازاي في الاليفيشن؟ هيبان لي ان مع بداية الرامب دي هنا عند النقطة دي بدأ يبقى عندي ايه؟ منزل كده 15 إلى 1. المفروض النقطة دي او الخط ده ماشي مع النقطة دي، والخط ده ماشي مع النقطة دي. اوكي كده. طيب نفس الكلام هنا، انا كنت ايه شغالة، رسمت الرسمة السايد فيو العادي بتاعي على الليفل العالي، وبعدين هنزل رأسي كده. لو جيت تبص من جنب هتلاقي الخط ده ماشي مع بعضه، يبقى هنزل رأسي كده للليفل الأقل، وبعدين أرجع موازي كده بنفس الميل هتلاقي البر موسع معاك. يبقى أنا خلينا نرسم كده باد، وبعدين ميل الأولاني، وبعدين البيرم، وبعدين من نفس النقطة اللي تحت دي هطلع بالميل التاني لحد ما نسوب الطريق اللي هو الرود، وأكمل وبعدين هنزل رأسي لحد المنسوب التاني بتاع الايه بتاع البنك، وارجع موازي اوسع البيرم. حد عنده مشكله في الرسمه دي؟ يعني في السايد فيو يا دكتور في ميلين، ميل بيطلع للرود ومين بيطلع للبنك، والاثنين بارلل لبعض بالظبط. يعني لا، مش هو مش ميلين، انا وانا باصه من جنب كده كاني شايف الفرق بين دي ودي. ايوه اي تمام اوكي، انا شايف الحته دي من جنب كده، فهم موازيين لبعض لان ليهم نفس الميل. لان ليهم نفس الميل. تمام اوكي، واضحة كده يا باشمهندسين الرسمة؟ يا دكتور. طيب لو أنا بقى العكس، عندي اشتغلت على الليفل بتاع البنك عشان هو اللي كان أعلى، يعني البنك كان عالي وعملت الكوبري، ساعتها هعمل المطلع من هنا. فبعدها بقى مش هتبقى محتاج ترسم، مش هتبقى قادر ترسم لحد السنتر لاين بتاع البنك، لازم ترسم الناحية دي عشان تبين المطلع. يعني هنا كنا نقدر نرسم لحد هنا والحتة دي مش فارقة معايا. تعال بنرسم نعمل ايه، خط اللي هو النهاية في سنتر لاين بتاع البنك ومش بكمل هنا. لكن هنا في الحالة اللي انا اشتغلت على ليفل البنك لازم ابين المطلع من الطريق للايه للبنك، هو عايزك تبينه، عايز تبين ما دام جاب لك السؤال كده يبقى عايزك تبين الرامب دي. اوكي، فساعتها هعمل الكوبري برضو، هشتغل على البنك وبعدين افتكر ايه ده، انا الحتة دي ما بينتهيش، هقوم مكملة الناحية التانية وعاملة الدورانات مع اللاند، ومع نهاية الدوران اعمل المطلع ده اللي هو من 10 من الليفل بتاع الرود لحد الليفل بتاع البنك، ميل 10 لـ1 مثلا. برضو فرق المناسيب في الميل، يعني بدأت هنا من نهاية الدوران، فرق المناسيب في الميل، جبت الخط ده خلاص فرق المناسيب في الميل هنا، جبت الحتة دي ووصل. الكلام ده هيبان لي ازاي في السايد فيو؟ والسايد فيو هنا ملفوف، المفروض يبقى باصص الناحية التانية. نحاول اظبطه كده والفه لكم وانا بنزل السلايد. تمام، فانا عندي اهو البنك ليفل هو ده اللي كان ماشي لحد ايه، لحد مثلا نهايه الدوران، او هنا حتى عاملينها بعد الدوران بشويه، وبعدين عملنا الميل اللي هو الـ20 لـ1 ده. تمام كده يا باشمهندسين؟ هيبان لي حاجه في الاليفيشن؟ طيب حد عارف هيبان في الاليفيشن ولا لا؟ الرامب دي هتبان في الاليفيشن، البنك هيبقى هو الاعلى المفروض. اه البنك اعلى منسوب بالظبط، يبقى البنك هيبان، الليفل الرامب اللي وراه مش هتبان. دكتور معلش انا في بس سؤال، يعني هو ممكن يكون متاخر شويه، بس هو مش المفروض البنك بالنسبه لي هو الروت؟ يعني في حتى احنا في تصميم الترع كنا نقول بيرم بعد كده بنك، بنك ده هو الطريق، فكان دايما ده الديفولت بتاعنا. اه البنك هو الطريق اللي ماشي جنب الترعه، يعني الترعه دي ليها طريق ماشي جنبها. اوكي، في طريق تاني جاي عمودي عليه منسوبه مختلف قطعوا بعض، يعني في طريق تاني جاي عمودي على الترعة ممكن يبقى نفس المنسوب، ممكن يبقى أقل، ممكن يبقى أعلى، فلما يقطعوا جميل. بعض هعمل كوبري، الكوبري ده بعمله على الليفل الأعلى فيهم، وأعمل مطلع من الليفل من الطريق الأوطى للطريق العالي. يعني هما عندي طريقين، طريق ماشي جنب الكنال، ده ماشي بالطول بتاع الكنال، في بقى عند أماكن معينة مثلا كان في طريق بالعرض، واحنا عاملين كوبري زي ما تبقى ماشي مثلا على الطريق الزراعي وجنبك ترعة ماشي جنبها، يبقى ده البنك. وانت تمام ماشي قدام شويه تمام لقيت طريق بيعدي من الناحيه دي للناحيه دي من الترعه، ده الرود، طريق تاني عملت له ضروري. كوبري. طب الكوبري بقى اللي انت هتعمله، تعمله على الطريق اللي انت ماشي عليه ولا التاني العالي فيهم، والتاني تعمله المطلع اللي احنا قلنا عليه بعيد بقى عن مكان الكوبري ده. يعني كده يا دكتور الطريق هي
الكوبري هيكون لتحت في الرسمة، بقى نزل لتحت ده اتجاه الكوبري، ومن والفوق ده كده ده الروت. لا الكوبري بس انا هنا يعني، ايوه يعني الكوبري هنا على الليفل العالي هنا، كان حظنا ان هو البنك، هو الطريق العالي هو البنك اللي ماشي جنب الكنال، فبدل ما امشي يعني الطريق التاني اللي واطي ده امشيه عند الترعه، لا وقفته بعيد هنا وعملت مطلع وكملت الكوبري على الليفل العالي اللي انا ماشي عليه. ودايما باخد الرامب ده بيكون 20 لواحد، يستحسن يعني 10 لواحد عشان الورقه تكفي، 10 لواحد. اوكي تمام جدا. يعني هو رينجو من 10 20 15، بس انت احسن لك لو في الامتحان او بترسم او كده خده 10 لواحد عشان الورقة تكفي. تمام جدا دكتور. تمام، في حد عنده حاجة مش واضحة كده عشان هننقل اخر رسمة معانا ونبقى خلصنا ان شاء الله؟ طيب اخر حاجة كانت عاملة لكم مشكلة هي الحيطة دي صح كده؟ انا مش عارف ارسمها خالص، لا هي ولا الابستريم برضو ملخبطاني. طيب هي الاب ستريم مش معايا، بس ممكن نقفل ونفتح فايل تاني. بس هو دلوقتي هنتكلم على الداون ستريم. الداون ستريم انا عندي الميل ده، ده الميل العادي وقفنا هنا تمام، يبقى الحيطه واخده سنده التراب بميل كده. بعد كده عندي الحته دي، الحته دي قد ايه؟ هتاخدها المينيمم بيرم اللي هو زد 2 ماينس زد 1 في البيرم ليفل ناقص الباد ليفل. خلاص جبت العرض ده، في مشكله كده؟ معلش تاني، زد 2 ماينس زد 1 في ايه؟ فرق المناسيب اللي هو البيرم ناقص البد، ناقص البيت. تمام، فرق الميلين اللي هو بتقوله نص الواي، عشان دايما الميلين فرق بينهم النص، يعني ده 3 ل 2 ده 2 ل 1 مثلا. تمام تمام، فجبنا العرض ده. طيب بعد كده انا عايزه ايه؟ ارسم الحيطه. طيب الحيطه دي ده دوران صح ولا لا؟ تمام، وانا عندي الخط ده اللي هو العرض بتاع القناه الاصليه، يبقى انا عندي الخط ده والخط ده اللي هو اللي احنا قلنا عليه بقى وش الحيطه، لا في الحته اللي فيها الفانس، لما خدت نص عرض الفانس من الناحيه دي، نص يعني نص عرض ال ان اف اس زائد ان ماينس 1 في التي بير من ناحيه من السنتر لاين، والنص التاني الناحيه التانيه. اوكي، عندي حالتين، ان الفرق يبقى صغير او يعني مش كبير قوي بين العرض الكنال الاساسيه وعرض الووتر واي بعد او البريدج بعد ما عملت الفانس. لو الفرق مش كبير هتلاقي ان الحيطه دي هتظبط معاك لو انت عملت ايه، لو خدت الاكس دي اللي هي فرق المناسيب في الميل اللي هي بيرم ناقص الباد في الزد 1، وقفت هنا في سن البرجل وفتحت كده وقطعت هنا، تمام هيطلع لك ايه؟ المركز بتاع الدوران. طيب المركز بتاع الدوران ده يبقى اوكي معايا لو الزاويه دي اقل من 30 درجه، يبقى الحاله دي نافعه معايا. تمام، يبقى انا هعمل ايه؟ هقف هنا بسن البرجل وافتح مسافه اكس واقطع هنا واقيس الزاويه دي، طلعت اقل من 30 يبقى خلاص هي ده فعلا سنتر الدوران، واعمل الدايره بتاعتي ويبقى دي الحيطه بتاعتي شكلها عامل كده. في حد عنده مشكلة كده؟ دكتور معلش، يعني أنا بقيس المسافة اللي هي الإكس دي تمام؟ بالظبط، وبجاوب من بعد اللي هي الجزء بتاع المينيمم بير، وأفتح المسافة الإكس دي على المايل. بالظبط تمام، وبعد كده أقطع بيها، أقطع بيها الخط ده، لازم يقطع الخط عشان صح كده؟ بالظبط عشان أجيب مركز الدوران. هوصل، يبقى هوصل جبت الخط ده، قبل ما ارسم اتاكد ان الزاويه دي اقل من 30 عشان اتاكد ان الحاله دي نافعه معايا. لو اكبر ارجع اعملها بزاويه 30 واقطع الخط بقى. لو اكبر بقى، لو طلعت الزاويه اكبر، لا انا مش عايزاها اكبر، هي الماكسيمم بتاعي 30 علشان ما تبقاش الحيطه بتفتح فجاه جامد قوي. تمام، فانا هاخد هنا 30 درجه واقطع هنا في نقطه وافتح البرجه الاكس برضو وارجع بالرجع كده ايه، اعمل الدوران. ايه الفرق بينهم؟ ان الحيطه هنا بقت الزاويه بتاعتها 30 بس ما بقتش مايله من اول، هنا بقت ماشيه في نفس منسوب البيرم شويه الاول وبعدين ميلت لما التراب قفل عليها، لان الحيطه دي سانده التراب، فالتراب هنا كله ليفل البيرم، هي ماشيه في نفس الليفل بتاعه لحد اما بدا التراب بقى الميل بتاعه يبتدي تقوم ايه مايله معاه. تمام كده، يبقى الحل الاولانيه لو انا عملت الزاويه دي طلعت اقل من 30 هيبقى ده مركز الدوران واعمل الدايره بتاعتي، لو طلعت اقل من 30 هاخدها انا 30 واقطع هنا في النقطه وافتح البرجل برضو اكس واعمل الدوران بتاعي، بس ساعتها الحيطه ما بقتش مايله من اول هنا، بقت مايله بعد مسافه شويه، فهي سانده هنا البيرن ومن اول هنا بدا يبقى عندي الميل بقى بتاعي هو مسافه اكس. تمام، طب بعد ما فتحت ال 30 درجه باخد المسافه اكس من اول فين، ولا برسم الاول الكيرف وبعد كده بتجيب مركز الدوران وبعدين اكس دي هي دي بقى الدوران، هو ده الريجستر، تفتح البرجة الاكس وترسم وتقطع لك هنا برضو على مسافة اكس. تمام، في ستايل فيو بقى بدل ما كنا بنجيب اسقاطها على طول من اول هنا، بقت الاول الحيطة هتمشي شوية يعني بتسقط النقط دي كده، بتسقطها في الستايل فيو،
المرة الجاية في السكشن بتاع الرسمة هشرحها لكم أحسن عشان هيبقى معايا الرسمة كاملة. بس هو دلوقتي النقطتين دول بدل ما تسقطهم من هنا، لا انت هتمشي مسافة، والاتنين دول على ليفل البيرن، مش بادين بقى من هنا، بادين من التخين شوية، هتسقطهم على ال على البيرن ليفل، وبعدين توصل بقى الحيطة تحت. تمام؟ دكتور بس معلش، ال 30 دي زاوية 30 انا بعرف منين قيمتها يعني، ولا دي بتبقى حاجة اوريدي ايفن معايا؟ لا هو المفروض ان الزاوية ما تزيدش عن 30، فانت لو لقيتها زادت عن 30 خدها 30، لان دي الماكسيمم بتاعتنا. يعني الديفولت بتاعي ان انا بشتغل على الرسمة اللي هي اللي فاتت دي، وبعدين اقوم جاي اقيس الزاوية بأي حاجة، بأي منقلة او كده، واعرف الزاوية دي 30 ولا اكتر من 30. لو اكتر من 30 اقوم جاي اعيد الرسمة اللي انا رسمها، صح كده؟ مش هتعيد حاجة يعني، هتقول بس ان انا بدل ما اخدها صغير يعني، بدل ما اخدها كبيرة قوي، لا هاخدها 30 وامسح الحتة اللي انا عملتها دي، اخدها 30 وارسم بقى الشكل ده. يعني هي فرضا جيت تعملها بالطريقة اللي فاتت طلعت لك عاملة كده، عاملة كده، هتيجي بقى ترسم الكيرف هتلاقي عك معاك، لا انت هتاخدها 30 وتقف هنا بالاكس وترجع بالرجعة تعمل الكيرف، وهتلاقي حتى البيرم عندك وسع. تمام. تمام كده يا باشمهندس، وضحت؟ اثبتها افضل ان انا اعمل حوار الزاويه 30 دي وكده على طول، ولا لا اوصل؟ لان لو هي قليله برضه هيبقى شكلها مش حلو، لو انت يعني هتبقى مش مظبوطه، مش تظبط معاك لو انت عملتها 30 وهي اصلا الفرق صغير، هيبقى برضه بايظ. الفرق اللي هو المسافه الاكس دي، لا الفرق اللي هو بين عرض المجرى المائي وعرض الفنس، فانا لو العرض ده صغير دي اللي هتظبط، لو العرض ده كبير الشكل ده اللي هيظبط، الفرق بين عرض المجرى يعني لغاية كام مثلا يا دكتور؟ اللي هو ده. هتبقى ثواني كده انا هرجع كبير تاني. لا ما هو على حسب الزاوية دي انت بتقيسها بقى حسب الرسم. تمام. بالظبط، الفرق اللي هو العرض ده اللي احنا جبناه اللي والعرض هو ده بسبعة ونص، واللي هو كان عندنا ب 12. تمام. بالظبط بالظبط. تمام، فالفرق بينهم انتوا عندكم بشوفوا الفرق بقى 12 و7 ونص، لكن ممكن يبقى 12 مثلا و10، فالحيطة تبقى ايه، هتبقى الحالة الأولانية مثلا. تبقى ظابطة ساعتها. تمام. تمام كده. حد عنده أسئلة تانية في الرسمة دي؟ أنا هرجع لها دلوقتي. لو ينفع الحيطة التانية بقى. الحيطة التانية، الحيطة التانية نفس الفكرة يعني، نتخيل ده الأبستريم، بس أنت هتقوم واخد ال30 درجة لحد ما تقطع وترسمها رأس. التانية باخد فيها ال30 على طول، ولا برضو بطلع بميل لغاية ما يطلع الخط؟ لا لا يعني التانية يا إما هتاخد 30 على طول، وفي ناس تانية بتقول لك امشي المينيموم بيرم وبعدين خد ال30، يا دي يا دي، وبعدين ايه ما بقاش كده تطلع رأسي بقى، مفيش ده دوران ولا مينيمم حاجة. بيرم بس معلش، ولا المينيمم بيرم زاد واحد؟ لان انا معدي المينيمم بيرم ما قطعش الخط معايا، او كانت شكلها بعيده لا أنا مش شويه فاهمة السؤال. يعني. في حضرتك بتقولي مثلا ان انا هطلع بالزاويه 30 لغايه ما الحيطه تقطع في الخط اللي هو بتاع المنسوب بتاع البيت. لحد هنا اه. تمام. الحل التاني بقى اللي انا امشي المينيمم بيرم واعمل بعد أيوه كده الزاويه 30، أيوه يا بس شكلها مش يعني شكلها مش طالع لطيف، اللي هي الحل التاني ده. ده يا ده الاتنين كويس يعني، في ناس بتعملها كده وناس تعملها كده. خلاص تمام. تمام والاتنين صح يعني، لو مشيت 30 من هنا لحد ما قطعت كده وطلعت رأسي وقفلت التراب، ولا فيش مفيش دوران بقى ولا حاجة، دي حاجة. حد تاني يقولك لا انا همشي الاول مينيمم بيرم وبعدين اعمل ال30 درجة وبعدين اطلع رأسي، هتلاقي بس المسافة دي وسعت شوية، بس ده طبعا في الابستريم مش في الداونستريم. ايوه تمام فاهم حضرتك. تمام كده. حد عنده اي اسئلة بقى في اي حاجة من اللي احنا قلناها النهاردة؟ احنا شرحنا السكور والامبيريكال دايمنشنز والحيطة في الداونستريم والرامب، المفروض الحاجات دي مظبوطة بقى معاكم بقى، فيها مشاكل. معلش اخر حاجه بس، لو الفاونديشن يعني للاسف اللوحه، عشان انا ما كنتش عامل حساب الفرق بين الووتر واي والبريدج، فالفاونديشن جاي على الاخر خالص، اعيد الرسمه كامل ولا اكتب انت مثلا ان بس مش فاهمة يعني ايه رسمه في السايت البلان في البلان، بلان. اوكي وانا بقفل القعده المسافه مش هتكمل معايا عشان خاطر انا يعني لو كنت تقدر، نازل لو تحت. تقدر تلزق ورقة الزق ورقة وكملها فيها، تمام. مش بس طبعا راعي بقى في الامتحان ان انت تسيب مثلا مسافة من تحت عشان تعرف ترسم الفاونديشن. انا غلطتي اللي انا ما كنتش عارف ان البيوتر واي يعني اكبر من البريدج، كنت شغال زي الرسمه الاولانيه الاثنين قد بعض. تمام. يعني قبل ما تبتدي احسب، لو انت مثلا واخد العرض نص يعني، مثلا قول البي ووتر واي مثلا قبل كل حاجة 6 متر، زود عليها بقى كمان ان الحيطة فيها الوينج وول في الابستريم دي مادة شوية كمان، فتعمل حسابك تحسب بعد السنتر لاين يعني، ترسم السنتر لاين فوق شوية من الورقة علشان تكفي الحتة دي، لان انت دلوقتي انا قلت لك الزق ورقة لكن في الامتحان مش هتعرف تعمل كده. أكيد صح. تمام. تمام.
بس برضه لو في الامتحان بقى حصل كده لا قدر الله، يعني ما تستسلمش، قوم كتب بقى نوت وكمل الرسمة في الصفحة التانية أو حاجة، كمل رسمة الفاونديشن يعني اكتب ان انت مثلا ما عملتش حساب الحتة دي وكملها في الصفحة التانية، من يعني من بعد السنتر لاين نعيده تاني بقى في الصفحة التانية، تمام. يعني ما تسيبش حاجة فاضية، تعود كده ان انت ايه لو حصل لك اي حاجة اي مشكلة في الامتحان حاول تتصرف ان انت ما دام عارف الحل ما تسيبوش. تمام يا دكتور، تمام تمام جدا. خلاص اوكي. حد عنده اي مشاكل كده يا باشمهندسين؟ شكرا يا دكتور. استنى ما تمشوش لحد ما اخد الغياب، بس اوكي واقفل التسجيل.